حماس مش مع التصعيد، والناس تقريبا في غزة مش مع التصعيد، وأظن أن الإسرائيليين أيضا ليسوا مع التصعيد، والوسطاء كلهم في المحيط ليسوا مع التصعيد، لكن الأحداث التي تجري على الأرض في القدس في الضفة الغربية قد تفرض على الجميع رغما عنهم التصعيد. بالتالي التصعيد ليس مربوط بحركة حماس ولا بحركة الجهاد، التصعيد مربوط بالأحداث التي تجري على أرض الضفة الغربية، أي مجزرة إسرائيلية، أي عدوان إسرائيلي، أي اقتحام في عيد الفصح بالآلاف كما نسمع بعشرات الآلاف للمسجد الأقصى، أي احتكاكات تؤدي إلى قتلى، بالتالي إمكانية التصعيد قد تكون واردة. وشكرا لك، احترامي لك، صباح الخير.